بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبدأ نلقي نظرة على برنامج سمارت سبرينكلر، ويحتاج أكتر من فيديو. البرنامج دوت من شركة تولز فور بيم، بيديني إمكانية إن أنا أبدأ أرش السبرينكلرات بأكتر من طريقة، بإن أنا مثلا أديله المسافة أو أديله العدد أو أديله غرفة هو يوزعها. تمام، فأنا هبدأ دلوقتي إن أنا عندي هنا غرفة، فأقول له insert position symbol هنا مثلا، وبعد كده هقول له insert sprinkler to position symbol واروح محدد له ديت. فبيقول لي انت عايز ايه نوع السبرينكلر اللي انت عايزه، تمام، ابرايت ولا بندت. فماشي، هقول له ابرايت. بيبدأ يحط لي حاجة كده رمزية، وبعد كده بيقول لي انت عايز اللينس المسافة دي قد ايه، والويتس قد ايه، الديفولت اليفيشن الارتفاع قد ايه، المسافة في الاكس عايزها قد ايه، والمسافة في الواي قد ايه. تمام، هقول له كالكوليت، هيحسب لي هو عايز كام واحدة في الاكس وكام واحدة في الواي. هيرش لي كده 6 وكده 4. هو طبعا شغال بالكود الامريكي NFPA، واقدر اختار اي كود تاني لو انا عايز. تمام، بيقول لي عايز الاوفست من الاكس قد ايه والاوفست من الواي قد ايه. فاقول له مثلا خلي دي وليكن مثلا 400، ودي مثلا خليها 300. تمام، هقول له بعد كده ابلاي، فهيبدأ يحط لي السبنكرات. اقدر اتحكم في المسافة ديت واقدر اتحكم في المسافة ديت. تمام، مفيهاش اي مشكلة. تمام، طيب بعد كده ممكن اقول له انا عايز اوصل بينهم، فاقول له هنا configuration sprinkler by rotation configuration. فبيقول لي انت عايز الشكل بتاعهم قد ايه. ممكن ارسمهم لك كده ابرايت، ولو بندت ممكن ارسمهم لك قد كده. وممكن تقول لي المسافة اللي انت عايزها من هنا لهنا قد ايه، والمسافة من هنا لهنا قد ايه، الشكل بتاعها يبقى قد ايه. وده برضو ممكن نعمل نفس الفكرة، امشي مسافة بعد كده اطلع ابرايت. يعني اقول له مثلا دي مثلا 300، ودي خليها البايب لينس خليها مثلا 300 مثلا. الستاندرد هتشتغل بأني ستاندرد، السبرنكر بايب تايب، السبرنكر بايب ديامتر، كل الحاجات دي تقدر تتحكم فيها. وبعد كده هقول له اوكي.